كابتن ربيع ياسين نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا، بنرحب بيك مرة ثانية وسعداء بوجودك معنا النهاردة في هذا الحوار وفقرة تاريخ الأهلي. أهلا بحضرتك. البداية كانت إزاي؟ أول يوم بداية معرفتك بالنادي الأهلي وأول مرة دخلت فيها النادي الأهلي كانت إمتى يا كابتن ربيع؟ كان في رمضان سنة 79، وأول ما دخلت لقيت شوبير موجود، هو اللي استقبلني، هو اللي عرفني، هو اللي خدني. وده كانت اول يوم ليا في النادي. كان عمرك كام سنه؟ 19 سنه. انا جيت النادي الاهلي سنه 79 بس، فكنت انا سافرت المانيا مع منتخب 19 سنه وسمعت وكده وبتاع، فعملت فتره اعداد مع الفريق الكبير. مستر كوتي ده كان مدرب كبير جدا ما شاء الله، فاول ما شافني قال لهم ده يعمل معايا فتره اعداد ويتمرن معايا وما ينزلش فريق. مستر هيدي كوتي اقتنع بمستواك على طول، انا عايز اللعيب ده معايا. عملت فتره اعداد فعلا ولعبت ماتشات مع الفريق الكبير، لفت الانظار وقال لهم ده في يوم انا هكون باك ليفت مش الاهلي منتخب مصر. عيني جميله كبيره جدا ومدرب كبير جدا، واول ما ساندني وتنبأ بان انا هكون باك ليفت نادي الاهلي منتخب مصر هو مستر كوتي. خلال قد ايه من وقت دخولك النادي الاهلي وعمرك 19 سنه اخذت الفتره استمرت قد ايه اللي بعدها بقيت الباك ليفت الاساسي بعد منافسه مع نجوم في المركز ده؟ هو كان بيحصل لي طبعا عشان انا اول مره كنت يعني انا جاي من مركز الشباب، خلي بالك مش نادي في الدرجة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، مركز شباب. فمستوى تدريبي وتجهيزي بعيد جدا. تماما كل حاجة تماما. وفي نفس الوقت أنا يعني النجوم الكبار اللي كنت بتفرج عليهم وبشوفهم لقيت نفسي في وسطهم، ده موضوع مش سهل أبدا. له رهبة. طبعا مفيش كلام، إنما يعني بص الأمور داخل النادي الأهلي سر بطولات النادي هو الحب والاحترام. هو الناس كلها بتحترم بعض، لقيت نفسي يعني الكبير دايما بيحترم الصغير والصغير بيحب الكبير، حاله جميله جدا. دخلت نفسي تمرينه في اتنين في ثلاثه رحبوا بيا سندوني موجود، كاني يعني حاله فعلا سعداء بيك رغم انك بتنافس وعلى وشك انك تاخد مكان حد من النجوم دول. مش معروف بقول لك جاي مركز شمس محمد، يعني في باك بيجي من نادي النادي بيجي كبير معروف، انما واجي نفسي في وسط عمالقه. فما الحمد لله ان بس قعدت موسمين. لم تنتقل نجم لنادي الاهلي ولكن لا. ولدت نجوميه الكابتن ربيع ياسين في النادي الاهلي. دي حقيقه بفضل الله ثم مجهودي ولعبي، فرضت نفسي بفضل الله ثم امكانياتي ساعدني فيها طبعا، ان كان في مدرب كبير بحجم تيكودي، مدرب كبير بحجم كالوتشاي، دول ساعدوني لان شافوا ان انا موهوب وبعدين ساعدوني بقى في التوجيه الفني.